المهم بالنسبه يعني هذا احسن انسان انه يمشي يبقى جالس ولا فهمتيني، احسن حاجه والانسان يحاول ما امكن يتحرك، والله سبحانه ما يمكنش ما يرزقك شي فهمتيني، الرزق كيطالب غير الاسباب فقط وصافي هادشي اللي كاين. الحمد لله الاقبال متوسط بحكم حتى دابا فهمتيني يعني كاين شويه ديال الضغط من بعد كورونا كلاوها الناس يعني هادشي اللي كاين، ولكن من هنا الفوق يقدر تكون الامور يعني احسن للجميع ماشي فهمتيني، يعني هو الاقتصاد فاش كيتوالى كلشي حتى اللي غيقتني القهوه راه كيقتنيها باقل، ولكن الا كانت فلوس دايره وهذا راه غيقتني جوج ثلاثه في النهار مثلا، البركه غتكون فهمتيني، واخا غيكون مثلا داكشي قليل غتكون البركه، عارف غير كيفاش تمشي الامور ديالك وصافي. الصراحه كاين ظروف في الطريق كاين قهوه وكذا، هذه بلا ما تجلس في قهوه كتجبرها في اي بلاصه، فاي ما مشيتي كتجبر الصراحه الله هادشي مزيان بزاف، واللي كيفتش على شي حاجه كيجبرها، يعني الانسان الا فتش غادي يعمل تلقى الشباب مع بعضهم ويلاقيوا الافكار وكذا وهذه ويقدروا يعملوا شي حاجه ويمشوا بعيد، واحد وحده ما يقدرش يعمل شي حاجه يعني الناس. فكره مزيانه بزاف صراحه، انا كيعجبوني كنسجعهم فيما جبرتو كنوقف عليه، واخا ما يكونش عندك قهوه غنتقهوى ضروري فعلا، صراحه هادشي مزيان بزاف.